حاتم بصيلي. طيب ايه رأيك في دي؟ حلوة صح؟ ايه دي؟ ما انا عارف دي، بس هي ايه بقى؟ طب والله العظيم انت مش مقدر اعمالي الفنية. انا بكرة هبقى اشهر نحاتة في مصر. بدي؟ لا مش بدي يعني، بس اكيد لو اشتغلت اكتر عملت حاجات اكتر ممكن. مش انا متأكد ان دي تقليعة من تقاليعك الجديدة، هتمسكي فيها كام يوم وبعدين هتنقلي على حاجة تانية. انت عرفت اللي فيها، انا لازم اشغل نفسي كل شوية بحاجة يعني. استني بس، ممكن اشوفها؟ هي فيها حاجة فنية حلوة بجد. ايوه خدني بقى على قد عقلي. لا والله والله حلوة بجد، بس هي عبارة عن ايه؟ راجل وست حاضنين بعض. ازاي؟ كده يعني، كده 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 كده؟ اه حاضنين بعض كده بس. كده يعني؟ بجد انا بس انا عاوز افهم الفن يعني. مش لازم Ha ha ha!